السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. رفض رئيس البعثة الأولمبية الجزائرية إلى الألعاب الأولمبية بيريو عمار براهمية اتهامات العداء توفيق مخلوفي، ودعا كل من يملك أدلة حول تحويل أموال الدولة عن وجهتها لتقديمها. براهمية دفع خلال ندوة صحفية عن أدائه رئيس للبعثة الجزائرية، ونفى أن يكون أي رياضي قد دفع سنتيما من جيبه، مؤكدا بأن كل المصاريف كانت على عاتق اللجنة. لان الرجال اللي ماتوا الله يرحمهم خلاو لنا امانه، وليامات هذه نشوف مشنا ما قدرناش نكونوا في مستوى الامانه اللي خلوها لنا. هكذا اختتم عمار براهمية حديثه بعد الندوه الصحفيه والتي لم تلقى استحسان الصحفيين بسبب انعدام الكم الكافي من الاجابات عن الاستفسارات والاسئله التي وجهت لبراهمية. وعن المشاركة الجزائرية في الأولمبياد، أكد عمار براهمية عن رضا اللجنة الأولمبية بالنظر إلى الإمكانيات التي وفرت استعدادا للحدث العالمي. المشاركة الجزائرية كانت مشاركة مشرفة، وأبنائنا اللي شاركوا كانوا في المستوى من جانب الخلقي من جانب النتائج الرياضية. أنا نخذل كل واحد فينا واش يقول، واحد يقول لك مليحة، واحد يقول لك ماشي مليحة. أنا نقول بحكم الامكانيات الماديه والماليه ومنها اللي موجوده عند الرياضه الجزائريه، الحمد لله 62 في العالم قدام قطر، قدام مصر، قدام المغرب، هذيك خاوتنا هذوما. انا نقول لك انا راضيين. وفيما يخص هويه من يتحمل مسؤوليه النتائج المسجله بريو دي جانيرو، اكد براهمية ان اللجنه الاولمبيه ليست مخوله لمحاسبه اي شخص كان راميا الكره في ملعب المسيرين. ما كاينش محاسبه، شكون راح تحاسب؟ ما عندناش هذا خطا. واش هذيك؟ هذه الجمعيه العامه، اللجنه الاولمبيه لا دخل لها في تسيير الاتحاديات. كيف اللجنه الاولمبيه راح تدخل روحها وهي تبدا تسير؟ اللي يسير يولي يتحاسب. اللجنه الاولمبيه عندها جمعيه عامه هي تسير امورها. هي معنوي كنشوفوا لا كوربسيون، كنشوفوا الدوباج، كنشوفوا كاش امور اللي خارجه على اطار المعنوي، مش عارف احترام قوانين، لكن تسير الجمعيه العامه لازم يتحاسب وتقيم. وتطرق رئيس الوفد المشارك بالاولمبياد للحديث عن توفيق مخلوفي، مؤكدا بانه لم يتلقى اي اتصال من طرفه، مضيفا بان اللجنه لم ترفض اي طلب لاي رياضي شرط ان يكون قد تقدم به عبر الاتحاديه المنتمي اليها. قلت لك جامي ما اتصلت به وجامي ما اتصل بيا، ما عنديش علاقه مع الرياضيين، لا عندي علاقه مع الاتحاديات. وقلت وعاودت ونقول ونعاود باللي حتى طلب نتاع رياضي جاء عبر قناة الاتحادية تاعو ورفض، يعني بهذه يعني أكثر من هكذا ما كانش. يعني نعاود قاعد تسجل فيا واني نقول لك باللي حتى طلب تقدم من طرف الاتحادية ورفض. إذا هكذا كانت أجوبة عمار براهمية التي بالتأكيد ستسيل الكثير من الحبر، والتي غلب عليها التحفظ والدبلوماسية أكثر من الصراحة والشفافية. يحضر معنا بالاستوديو احمد مهور باشا، مدرب العداء المتالق في مسابقه العشيري العربي برعده. اهلا بك سيدي. اهلا وسهلا. يحضر معي ايضا الزميل الفضيل حفيظ، رئيس تحرير القسم الرياضي بقناه الجزائر. اهلا بك فضيل حفيظ. بدايه نبدا معك المدرب احمد مهور باشا، تحدثت عن الندوه الصحفيه لعمار براهمية، ويبدو بان انطباعك الاولي كان غير راضي على ما قال. هل تحدث براهمية عن أمور غير واقعية بمعنى غير صحيحة، أم أنه أخفى بعض الحق؟ بطبيعة الحال يعني أنا كنت تبعت هذا الكونفرنس دو بريس تاع رئيس اللجنة التحضيرية للألعاب الأولمبية، وفوجئت أولا بالمستوى الضعيف خاصة في الأجوبة تاعو. ما فيش يعني ما في حتى دليل او برهان الكلام اللي راه يقولوا، يعني متحتمين احنا باش نامنوه فقط. وانا كنت والاجوبه تاعو انا فوجئت، لان عارف كل ما كان يقولوا 80% من الكلام اللي كان يقولوا كذب، بحيث احنا مدربين وعداء واتحاديه، احنا عندنا البراهين. انا جبت هنا براهين اي توت لي بروف اي توت لي دوكيومون اي توت لي كوري اللي برهنوا بلي كل ما قالوا السيد عمار براهمية كذب. لماذا كذب؟ نعطيك مثال لما يقول كل ما طلبه العدائين والمدربين اعطيناه، اوكي، و
اللي كان قاعد أمامه السيد شباح يقول بلي أنا العداء بورعدة، اللجنة الأولمبية صرفت عليه 60,000 دولار، وأنا قاعد نسمع وقاعد نقول كيفاش يعني عندهم الشجاعة باش يقولوا هالكلام. السيد العداء بورعدة صرفت عليه اللجنة الأولمبية، نعطيك يعني وهنا لي فاكتور لي دوسي كاع واش تحب. تربص واحد فقط تاع 19 يوم في باريس، هاي واش صرفت اللجنة الأولمبية على السيد بورعدة العربي هذه السنة. تربص ستاج كومبيتيتيف كان شارك في بعض المنافسات 19 يوم اللي كان تكفل حوالي 11,460 أورو، كنت رجعت لهم أنا 800 أورو، يعني أقل من هال. ثانيا واش عملت اللجنة الأولمبية؟ أعطتنا باش نشريو لي بيرش باش نعملو قفز ميزان 3,604 أورو. ثالثا بعثته لإسبانيا باش تعمل اون انجيكسيون او نيفو دو سوندو، فقط 3 أيام في إسبانيا. أبار سا اللجنة الأولمبية ما صرفت حتى سنتيم على العربي بورعدة أولا. ثانيا طلبنا تربص في إسبانيا والبرتغال ورفض لنا بطريقة بيروقراطية. نعطيك تفاصيل، كان تربص من المفروض أول أبريل وجابوا بنا الوقت بشوية 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 حتى 14 أبريل، أي مكتوب هنا لو رابور كجي فيه سيد الوزير الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية لكل المسؤولين 17 أبريل، تقدر تصوره تقدر تدي نسخة منه ودير به واش تحب. 14 أبريل لما رحت للبنك باش نجيب الأموال نشوف باللي سي برامي عمار دارنا تخفيض تاع 10,000 أورو من الميزانية الكاملة، وأقصى حسين محمد وهو مدرب مساعد لي. إذن القصة هذه الحكاية تاع حسين محمد بدأت في شهر أبريل مع السيد برهمية. لم يخبركم برهمية بذلك؟ لم يخبرنا، ما كناش ما لم يخبرنا. رحنا للبنك شفت بلي ميزانية غير كافية، وخاصة مش ميزانية، المدرب المساعد لي في القفز نحوه. إذن رفضت باش نروح لهذا التربص، وعملت تقرير يوم 17 أبريل إلى رئيس الاتحادية ثم إلى الوزارة ورئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة الأولمبية باش نقول لهم ها هم الأسباب اللي خلوني باش ما روحش للتربص، وعطيت أمثلة كثيرة. واقترحت على الوزارة وعلى الاتحادية باش من شهر أبريل حتى الألعاب الأولمبية الوزارة هي اللي تتكفل بالعداء بورعدة العربي ورحماني ميلود، عندي 2 عدائين، وقبلت الوزارة وزير الشباب والرياضة وتكفلت بالعدائين من شهر أبريل حتى الألعاب الأولمبية. إذا لما السي شباح يقول 60,000 دولار هذا كذب. لكن سي ماهور باشا يعني في الندوة الصحفية اللي عقدها اليوم عمار إبراهيمية هو جاب الملف الكامل، يعني ورى الملف. لا ورى الملف الكامل صحيح، أن واحد يعني ما طلعوش عليه، قال أنه عندي الملف الكامل للرياضي بورعدة، وقال أنه هذا الرياضي هذا لم ينقصه شيء. يعني أنت في رأيك هل هذه العملية هذه الموجهة ضد بورعدة أو ضد شخصك أنت مقصودة من طرف إبراهيمية أو من طرف شخص آخر؟ لا ما نظنش موجهة ضد بورعدة، ما نظنش، لكن موجهة ممكن ضدي أنا، وأنا مانيش شايف يعني علاش موجهة ضدي. ممكن موجهة ضد اتحادية ألعاب القوى، ممكن. هل هذه العملية يعني باش عنده مشاكل مع مدير تقني؟ ممكن. من السابق إبراهيمية عمار كان مدرب كيما أنا، وكانوا عنده مشاكل مع المدير التقني كيما أنا كانوا عندي مشاكل مع المدير التقني، مشاكل دائما فيها. كل مدرب يدافع على العدائين تاعو وماذا به يعطيهم أحسن يعني الإمكانيات. أنا يعني دي مانيير لوجيك ما شفتش وراه المشكل. في شهر جونفي تعاملنا مع اللجنة الأولمبية سون بروبليم، درنا تربص واحد، طلبنا باش يشريونا لي بيرش، عطاونا الأموال شرينا لي بيرش، طلبنا منهم باش يروح العربي بورعدة مع طبيب اللجنة الأولمبية والاتحادية يروح لإسبانيا 3 أيام باش يعمل إنجيكسون قبلو هنا. لكن من بعد هذا تبدلت الأمور لما طلبنا تربص يعني الأساسي في شهر مارس أبريل، ثم وين العدائين، ثم وين نحضروا الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية ضاعت لنا الميدالية في شهر مارس وأبريل، ثم
أنا حكيتك الحكاية وهو التقرير، وإن شاء الله في الندوة الصحفية اللي راح نديرها راح ندير نسخات ونعطيها لكل صحفيين. سي ماهور باشا هو يعني عمار إبراهيمية في الندوة الصحفية يعني كان واضح وأكد، قال أنه بعض الرياضيين وخاصة الرياضيين اللي انتقدوا المسؤولين، قال هذا الرياضيين محرضين، سي دي سبورتيف كي سون مانيبولي. يعني في رأيك أنت يعني ما هي صحة هذا الكلام هذا؟ يعني هذا كلام دائما نسمعه، كي يتكلم مع داء يقولوا المدرب تاعه هو اللي راهو معمرو، واليوم سمعت بلي أنا كان الناس ورايا اللي راهم معمروني. يعني هذا نظن الجمهور الرياضي وحتى الصحفيين يعني ما نظنش يعني هذا الكلام قاسهم. العداء تاعنا عندهم شخصية، مخلوفي توفيق عنده شخصية، بولمرقة كانت عندها شخصية، كل عداء تاعنا عندهم شخصية. إذا ما لازمش واحد يعمرهم باش يتكلموا. لما عندهم مشاكل يطرحوها بطريقة يعني باسيفيك للمسؤولين، ولما ما تكونش فيها إجابة ولا نتيجة راح نروحوا الصحافة، يعني في الجزائر ولا في كل الدول العالمية. هذا هو هذه القنوات يعني تاع العدائين. واش تظن انه فقط توفيق مخلوفي والعدبي برادة فقط اللي عندهم مشاكل تاع تحضير؟ يعني لماذا تكلموا غير هذا الرياضيين؟ هذا كاين الوفد فيه اكثر من 60 رياضي. حلو مالك قال باللي العام ما درش البرنامج اللي عملته باش نروح للدور النهائي، وحنا عارفين باللي انا هذا العداء اللي تاهل الى الدور النصف النهائي كان عنده ايضا مشاكل مع اللجنة الأولمبية. في عدائين أخرين اللي كان عندهم أيضا مشاكل، يعني مش واحد ولا اثنين فقط. علاش صار يعني هذا الهمج هذه السنة يعني بعد الألعاب الأولمبية؟ لأن شفنا بلي عندنا عدائين حتحات ياسين مثلا أو لحلو مالك، كان يعني إذا البرنامج تاعهم كان فقط يعني طبقوه، أظن أن في اثنين كانوا يتأهلوا دور النهائي. شخصين نهضر معك يعني كتقني، اذا عملوا كان طبقوا كل التدريبات وكل التربوسات اللي كانت مبرمجه كانوا اظن يتاهلوا الدور النهائي. اذا رانا حنا ما نقولوش كان جاو ما عندناش عدائين عندهم مستوى باش يروحوا النهائي. الناس كون سكتوا قال لا غالب هذا واش كاين العدائين، هذا هو المستوى تاعنا نسكتوا. لكن رانا نشوفوا بلي عندنا عدائين اللي كانوا قادرين يروحوا الدور النهائي ولا يجيبوا ميداليات، وخاصه اسمح لي ان الدوله الجزائريه اعطت الامكانيات، لان حاب نقول نقطه برك يعني من فضلك اسمح لي، لان يعني سمعت قاعد نسمع باللي حابين يرجعونا احنا شغل ضد الجزائر وشغل ننتقدوا المسؤولين الجزائريين. نقولها بكل صراحه، كاين اثنين مسؤولين لحد الان سمعتهم انا في الاذاعه في الراديو وكتابيا، كاين غير اثنين مسؤولين اللي قالوا ان الدوله الجزائريه ما عطاتش الامكانيات اللازمه. المسؤول الأول هو رئيس اللجنة الأولمبية لمسائل أمس، قال لك أن الدولة الجزائرية أعطتنا 3 ملايين أورو للتحضير، وزاد قال لكن راكم عارفين باللي في الخارج عداء واحد لازم له 2 ملايين أورو. واش معناتها هذه؟ معناتها الدولة الجزائرية ما عطاتش الإمكانيات اللازمة. السيد إبراهيمية قال نفس الشيء كتابيا، قال باللي الدولة الجزائرية أعطتنا 3 ملايين أورو لكن هذه ما تكفيش، لأن عداء واحد يدي. احنا رانا نقولوا باللي 3 ملايين اورو باش الجمهور يعرف منين جات هذه 3 ملايين اورو. في اون ديبي داني الوزاره طلبت من الاتحاديات، والاتحاديات طلبوا من العدائين والمدربين باش نعطيهم البرنامج السنوي افيك ليستيماسيون فينونسيير. كل مدرب وكل اتحاديه اذا اعطات هذا لو بروغرام انويل دو بريباراسيون بلس ميزانيه. الوزاره درست كل هذا البرامج وخرجت بهذا لي 3 مليون دورو 30 مليار سنتيم. إذا ما فيش مشكل تاع المشكل المادي، ما كانش مطروح، هو فقط تصرف بهذا الأموال تاع الدولة كي كوزي بروبليم. ما هو باش يجتمع على قضية هذه تاع التوزيع تاع الأموال التحضير. أنت تكلمت لي قبل قلت لي أنه وقع مشكل في اللجنة الأولمبية لأنه المكتب المسير لم يتصرف في شيء، ولكن هناك من تصرف في هذا الأمر بدون استشارة، وهذا هو الشيء اللي خلى أموال الدولة هذه 30 مليار تشتتت ولم تذهب للرياضيين يعني اللي كان قادرين يجيبوا ميداليات. انا شخصيا مانيش حاب نتكلم على المشاكل التافهه، السياره جات ما جاتش، شكون اللي راح شكون اللي جا، هذه مشاكل دائما كاينه وهذا العام كبرت كثير. لكن المشكل الرئيسي احنا كمدربين احنا ماذا بينا السنه القادمه ولا من على 4 سنوات ما نعاودوش نفس الاخطاء. هذا هو اللي يهمنا احنا، اللي فات دوكا
كل واحد مسؤول على. لما تحدث عن الأخطاء لما نتكلم على تسييل الأموال، تعرف أن تسييل الأموال مشكل كبير، ليس مشكلة سهلة، يجب حله، يجب تحميل المسؤولية لمن يتحمل المسؤولية. لازم نديروا أن كونستا. أنا حبيت نتكلم على حاجة واحدة، لازم على المسؤولين ثوانا والجمهور يعرف بأن 32 مليار صرفت اون انفراكسيون توتال تاع قوانين الدولة، يعني في مخالفة قوانين الجمهورية الدولة، بحيث أن اللجنة الأولمبية كالاتحاديات ككل المنظمات لي زاسوسياسيون سبورتيف سي لو بيرو اكزيكوتيف الكوميتي أولمبيك كرة الاتحاد سي لوي كي دوا ديليبيري اي دوني لوتوريزاسيون بور باش نصرفوا هذه الاموال وباش نقبلوا ان دوسي دو بريباراسيون تاع مخلوفي ولا تاع فليسي ولا تاع بورعده، سيتادير كل شيء لازم يجوز على المكتب التنفيذي. لكن اني قريت تو لي بي في تاع لي رينو تاع كوميسيون بيك ما فيهش اوكين ديليبيراسيون دو بيرو. كان الى دو مومبر دو بيرو اللي صرحوا في الاذاعه باللي ما جاز عليهم والو في المكتب التنفيذي، دونك سي ان غون بروبليم. شكون اللي صرف الاموال؟ كي ديسيدي de l'utilisation et de la manière d'utiliser هذا الدرهم؟ كي ا ديسيدي؟ شكون لي مونبر دو بيرو؟ قالك حنا ما جاز عندنا والو. دونك استاذ سي ان بروبليم غراف كوم ميم، سي ان غرون بروبليم. المشكل هذا هو قوانين الدوله لم تطبق، لم تحترم ولم تطبق في تحضير الألعاب الأولمبية، هذا هو المشكل. مهر باشا، الآن يعني بعد ما انتهت الألعاب الأولمبية الآن تقريبا أسبوع، هل أن اليوم أنت تعتقد أن العربي بورعدة يعني مر بجانب ميدالية كانت أكيدة لو كانت التحضيرات تاعو في الوقت وكانت الإمكانية تاعو موجودة؟ ما نقدروش نعودوا المنافسة، يعني إحنا نهضروا دائما إحنا مدربين احتمالات نسيو نكونوا كارتيزا، يعني كان تكون السمش ويكون شوية مطر وتكون هذيك من المفروض تكون إنتاج. لكن أنا يعني بكل صراحة نقولها، التحضيرات اللي عملناها عملنا شهر نوفمبر وديسمبر في كل يعني بارفيتمون، ثم ما بين شهر جانفي إلى أبريل كان فيه أونايتي بيرتوربي، مش فقط على جال اللجنة الأولمبية، فيه مشاكل أخرى اللي عوامل أخرى اللي مش توجور الكوميسيون الأولمبيك. نقولها بكل صراحة، إذا التحضير لو فري لا فري بريباراسيون بدات في 20 أبريل لما الوزارة عطتنا، كنا متخلفين لما الوزارة عطتنا الإمكانيات باش نروحوا نحضروا. دونك اونتر موا اون بو با بريباري دي جوز اولمبيك، سكافي لاتليت سي انكرويابل، يعني ما كناش متمنين. انا شخصيا ما كنتش ظان بلي نقدروا في هذيك الثلاث شهور نديروا هذا. لكن كمدرب شخصي فور ما سي تاني شاك، لان سي تاني شاك بيسك الهدف كان ميداليه برونزيه. العداء عنده الامكانيات، العداء عنده الامكانيات باش يعمل 8600 و 8700، والدوله الجزائريه عطاتنا الامكانيات. اذا دونك الى ان ديسيبسيون بروفيسيونيل. سي ماهر باشا، هل الان ننتظر بورعده في منافسات مقبله؟ كسؤال اخير الان لان الوقت دهامنا، الان فيه بطوله عالم وربما فيه الان اولمبياد طوكيو، لما لا؟ سيتون سؤال جيد، يعني لازم اني قلت بلي لازم اوسيجي دو بورعده، لازم نتكلموا مع الاتحاديه مع الوزاره. عداء اللي عنده مستوى يقدر يعني يطلع حتى 8800 او 9000 نقطه. لكن في الحاله اللي رانا فيها اظن من الصعب باش يوصل لهذا المستوى لاغراض كبيره وكبيره. مازال ما تكلمش مع العداء، مازال ما تكلمناش، نتكلموا بهدوء مع المسؤولين. انا حاب يعني نطرح فكره باش ممكن باش ما نضيعوش العداء، ممكن نبعثوه الى الخارج مادام الان كمل 4 سنوات تاع لي زولمبياد، عنده مستوى يعني لا باس به. اذا حبينا يعني بكل صراحه باش يطلع المستوى 8800 ام 9000 نقطه اون الجيري معايا انا غير ممكن، نقولها بكل صراحه. لهذا يعني لهذا جو فو بروبوزي او مينيستير يا لا فيديراسيون يا لا تلات بيان سور كيل سوا بيل اون شارج ا ليترونجي مع افيك ان اوتر انترينور ان غرون انترينور واحد يعني احسن مني، باش على الاقل العداء هذا يقدر يبو رامي اونكور دي ريزولتا
دي ميداي بور الجزائر. نتمنى نجدهم ان شاء الله في عجاله في عجاله. قبل فقط نذكر انه المدرب ماهور احمد باشا يعمل مع بورعدة بصفه يعني تطوعيه فقط ولا يتلقى اي شيء. شكرا لك. جزيل الشكر احمد ماهور باشا مدرب العربي بورعدة. اشكرك جزيل الشكر فضيله حفيظ رئيس تحرير القسم الرياضي ايضا.